ضيفي النهاردة صوته وألحانه لمس قلوب الناس من أول لحظة. اشتغل مع كبار النجوم وفي نفس الوقت قدر يحجز مكانه كمطرب منافس، والجمهور اعتبره ماركة مسجلة في الأغاني الحزينة. ضيفي الفنان تامر عاشور. أهلاً أهلاً، إزيك يا تامر؟ عامل إيه؟ أخبارك إيه؟ منورني. اتفضل. أخيراً. بقالنا كتير. متحمس؟ متحمس قوي؟ جامد. قلبك جامد؟ آه. لا كنت خايف تيجي ليه؟ طيب ما كنتش خايف اجي والله. والله انا عندي حاجات. بس انا عندك حاجات. ازيك؟ جيت نورتين. الله يخليك بوجودك. واول فقره معانا يا صابت يا خابت. يا صابت يا خابت. بص يا تامر، مبدئيا انت متوصي عليك جامد. كل الناس اللي قطعت شرايينها وكانت حزينه حقها هيجي النهارده منك. انت هتاخدي حقهم. انا هاخد حقهم. ماشي. هتلف عقرب الساعة 5 مرات وكل لفة بسؤال. خد بالك ان انا معايا 4 اسئلة الغام. 3 6 9 12. اوكي. اول لفة. يا رب لغم فلت ايه؟ بتحب الالغام انت. السؤال رقم 7. كسبت فلوس اكتر كمطرب ولا كملحن؟ كمطرب طبعا. كمطرب طبعا. اكتر من التلحين؟ اه. ليه؟ طبيعي وظيفتين مختلفتين عن بعض خالص. دي بيبقى ليها اجر ودي بيبقى ليها اجر. بس احنا بنسمع ان فلوس التلحين برضو قويه جدا. اكيد فلوس التلحين قويه جدا، بس فلوس الغناء اكتر. يعني خصوصا لما يكون تلحين تامر عاشور. انا بلحن من زمان وبحب الالحان، وما كنتش عمري بفكر فيها موضوع مادي، بس يعني لما سالتيني دلوقتي حسيت ان هو لا الغنى. وانت مطرب كسبت اكتر؟ اه طبعا. عشان حفلات او اكيد حاجات كتير، حتى التزاماتك كفنان او مطرب بتزيد اكتر، يعني ما بتكون ملحن يعني. ف بالطبيعي جدا ان يكون اجرك اكتر واعلى حسب بقى كمان يعني. طب اقدر اعرف النقله نفسها جت ازاي؟ يعني انت كنت بتلحن فجاه قررت تكون مطرب؟ لا الحقيقه هو انا كنت بلحن وبغني في نفس الوقت، وكان في اغاني نزلت اتسربت في وقت ما كده، نجحت ذكريات كدابه واغاني كتير كده نجحت اتسربت. بعدها على طول وقعت مع شركه انتاج، وبعد كده بدات اعمل البومات. يعني ما خدتش في وقت الالحان وقت كبير، كانوا 2 أو 3. بعد كده من بعد ما وقعت حتى بقيت اشتغل برضو الحان عادي بقى وانا بغني. مين اللي كان بيسرب كل الاغاني بتاعتك؟ مش عارف والله، بس حد خدمني يعني. خدمك؟ دخلك اصلا عالم الغنى؟ بالظبط. يعني كانت ناس دايما تشوفني في الشارع ما تعرفنيش وعارفين الاغاني، فعمل لي صيت يعني. اول اغنيه اتسربت كانت ايه؟ ذكريات كدابه. ذكريات كدابه. اللفه اللي بعدها. ما الاسئله حلوه اهي. ما تطمنش قوي كده. خدت بالي. ده بين اللغم وال تعالى تعالى. رايح فين لغم؟ في لغم على طول. اه اروح والله أجيبه؟ مش بخمك. اجيبه؟ ايوه اقراه. اخر بوكس. ايوه. اوكي. اتشهرت جدا باغانيك الحزينه، شايف ان ده خلى الناس تاخد فكره غلط عن شخصيتك وان غاوي حزن ودراما؟ لا لا طبعا لا خالص، عكس الموضوع ده تماما. شخصيتي غير خالص، بس انا اجابتي على السؤال ده هتكون بان كل الفنانين او كل المطربين دايما الحاجات اللي بتاثر في تاريخهم وبتخليهم مستمرين هي الاغاني الدراما، ايا كان هو بيغني ايه. يعني اكتر فنان بيرقص في مصر مين؟ ناس كتير، بس ناس كتير. حكيم. اه طبعا. كل الاغاني بتاعت حكيم 95% من الاغاني بتاعت حكيم دراما. هيقعد يا حته مني اخره البعاد، نار نار نار، ده انا قلبي قايد نار، بس هو بيستصيغها ازاي؟ فالاغاني الدراما دي هي اللي بتكون في شخصيه الفنان. طب ليه يعني ما جربتش مثلا تغني حاجه زي كده؟ حاجة بترقص. حصل، بس على اللي ليه عليا، زي افترقنا. كان افترقنا دي بترقص جدا ودراما. زي هتوحشنا برد. وهتوحشنا دراما، تسلم دراما. روح يلا العب غيرها وما تجيش. دراما بس بترقص. ف البرفورمانس اللي انا شغال عليه او الاغاني الدراما اللي انا شغال عليها هي اقصر طريق لقلب ال تامر عاشور. ممكن في يوم من الايام يغني مهرجانات؟ ده خالص؟ لا خالص طبعا، مستحيل يعني. يعني لون وفي ناس بتحبه.
لو اتعرض عليك هو هو توافق؟ هو مش لون اصلا. لا امال هو ايه؟ هو مش لون، هو تقليعة. هو مش لون تقليعة. يعني احنا عندنا بتسمع المهرجانات، بتشوف يعني بتحاول تسمعها، ممكن تشغلها في عربيتك. لا هو السوق مستوعب ان في مهرجانات تنجح، ده حاجه تخص السوق، لكن انا ببقى عارف ان في مهرجانات وببقى عارف ان في حاجات ناجحه جدا، وده شيء كويس على فكره، مش شيء وحش، بس هي في النهايه تقليعه، مش هي مش حاجه بتنضم الى قائمه الفن. او يعني تامر عاشور بيقول ان المهرجانات اصلا مش فن. لا طبعا تقليعه طبعا. امال المطرب الشعبي ده ايه؟ المطرب الشعبي ده مطرب، يعني ده مطرب كبير جدا، يعني هو ده اللي احنا بناخد منه الفن الشعبي. المهرجانات تقاليه، حاجات بتعجب الناس جدا، حاجات ما بتعجبش الناس، بس مش هنيجي بعد 10 سنين نقول الله ده الاغنيه بتاعت. اكتر مطرب شعبي انت بتحبه مين؟ بحب حكيم، بحب الليسي، بحب عبد الباسط، بحب شيبه. عندنا مطربين كتير جدا، بحب حسن الاسمر الله يرحمه. الله يرحمه. دول فنانين شعبي، مطربين شعبي. اغانيك الغامقه الحزينه قوي دي، دارك، الدارك خالص. هل ليها علاقه بتجربه شخصيه؟ يعني كان عندك تجربه عاطفيه فاشله بس مأثره فيك شويه، فبتخليك تطلع كل احساسك في الاغنيه؟ لا لا خالص، كل ده فشل. الاغاني ده انا مليانه. انت ايه يعني؟ انت فشلت كده على طول في كل العلاقات؟ لا خالص والله، لا لا، بيبقى صوره عايز اوصلها بس للناس. ومع الجانب الثاني انا لحنت اغاني كتير قوي، يعني مش هي المود اللي انا اقدر اغنيه. ده لاين بحبه. اللفة اللي بعديها، رجع الكارت مكانه. طيب ولف. حاضر. أيوة. ممكن يجي لي تاني؟ انت حبه قوي كده. ايه حكاية؟ اه ده حلو ده. بتفلت انت، بتفلت. 11. اه. كام اغنية ليك اتسرقوا وتعمل منها مهرجان؟ كتير. تسلم. تسلم اتسرقت؟ اه. تعمل منها ايه؟ اتعمل منها مهرجان بس الكلام اتغير مش فاكره. وكانت قولوا له سماح اتاخدت بنفس الكلام اتعملت مهرجان. وكان في كنت ملحن اغنيه قبل كده اسمها بعد الحب، برضو نفس الكلام اتاخدت اتعملت مهرجان. اطلب منك طلب. عايزك تغني اغنيه ليك بس بطريقه لا اما مهرجانات لا اما شعبي. اختار دلوقتي وانت مهرجانات يا شعبي. قالوا لي نسيك وعاش بعدك، فما تهزش بقول ده كلام، ده بينا سنين ومش ايام. يعني طب اقول لك على حاجه، تيجي نتراهن على كام؟ أغنيها شعبي؟ لا الأغنية مش هنتراهن بجد. ماشي. بس أغنيها شعبي كأنك الليسي واقف قدامي. تيجي نتراهن إنك راجعة وإن ساعتها مش هتلاقي حاجة تقوليها، وإني أدور وشي يوميها عشان ازود على وجعك مليون وجع. تيجي نتراهن انك راجعه وان ساعتها مش هتلاقي حاجك تقوليها، واني ادور وشي يوميها علشان ازود على وجعك مليون وجع. الله الله الله. لسي على عبد الباسط شويه. والله حلو قوي. اللفه اللي بعدها يا منجي. لغم بقى. انت نفسك يعني مش كده؟ نفسك في اي هو ايه رقم 12 مكتوب لك ما تجيبش غيره؟ اروح اجيب نفس السؤال. اروح 9. ماشي. 9 دي شكلها ايه؟ 9 ثالث بوكس اكس 1. ايوه. ايه نكتة ولا ايه؟ شوية نكتة. ايه؟ رغم وجود مبدعين كتير، عمرو مصطفى شايف ان صناعة الموسيقى في مصر انهارت. وهو بيحاول يحيي التراث والموسيقى، معاه ولا شايفه بيبالغ؟ لا انا مش مع اي شخص يطلع يقرر قرار اللي هو احنا الموسيقى عندنا انهارت، احنا الموسيقى عندنا رجعت، احنا الموسيقى عندنا تهدت، الموسيقى ولعت.
ده مش بتاع اشخاص. هو ما كررش، هو شايف ان الدنيا بتنهار مثلا في يعني في التلحين والحاجات دي، الدنيا رايحه في اتجاه المهرجانات اللي انت بتقول عليه ان هو يعني ظاهره. ايه اللي رايح في اتجاه المهرجانات؟ ايه اللي رايح في اتجاه المهرجانات؟ هو بيعدل الموضوع شويه. هو بيعدل بقى، ده موضوع تاني. هو مكتوب عندي عمرو مصطفى شايف ان صناعه الموسيقى في مصر انهارت. انا بقول ان مفيش شخص يشوف ده، هو تصريح ليه اساسا. لا مفيش شخص يشوف ان الموسيقى انهارت. الموسيقى زي الفل والصناعه زي الفل، واحنا طول عمرنا عندنا فنانين كتير جدا، وانا بيصعب عليا ان يطلع حد مصري يتكلم يقعد يقول احنا عندنا الصناعه انهارت. طب هي يعني كانت، طب ما انت في الصناعه فانهارت وانت موجود ازاي؟ يعني انت عمود من عندنا الصناعه. ايه رايك في مزيكه عمرو مصطفى تحديدا؟ لا عمرو مصطفى شخص ابديت جدا، المزيكه بتاعته ناجحه جدا على مر التاريخ مع فنانين كبار وفنانين كتير. بس ده لا يعطي اي حد انه يقيم الوسط الفني عموما. يعني شفت التجربه بتاعته الاخيره هو ومي فاروق؟ لا والله ما شفتهاش. اللي هو الذكاء الاصطناعي وبعد كده ادى الاغنيه الجميله مي فاروق تغنيها بطريقه ام كلثوم. مي اصلا صوتها لوحده حكايه جباره، فهي مش محتاجه اي ذكاء. ام كلثوم كانت موجوده وربنا افتكرها، وده مش ده من وجهه نظري يعني، ده ولا هينجح ولا هيشوف نور. مش هينجح مش ولا هيشوف نور. ليه؟ لا خلاص، اصلي انا عارف ان اللي مش عارف تغني خلاص، انا عارف، انا حاسس ده. الجمهور اصله مش حد كده عابر، الجمهور ده عارف. دي صدمه ليا انا شخصيا، انا الاغنيه دي كنت متوقعه لها اصلا نجاح كبير جدا. بصوت ام كلثوم؟ صوت مي فاروق. لا سوري انا اسف، بصوت مي دي تنجح اي حاجه. انا بتكلم على الذكاء، بتكلم على الذكاء الاصطناعي بصوت ام كلثوم. لا هو نقل اصلا، يعني هو عمل الحان ونقل الصوت لمي فاروق بدل الذكاء الاصطناعي. هي مي هتغنيهم؟ مي اللي هتغنيهم. لا مي تنجح طبعا على طول. طبعا مي وعمرو مصطفى الاثنين كسروا الدنيا. لا شك لا شك. نروح لاخر لفه صريح قوي. انا خايف جدا. ايه الصراحه دي؟ انتوا لسه ما تعرفونيش. ايه اللحظه دي؟ الموضوع حلو. اول بوكس يلا ثلاثه. هو كده اللي بيبقى صريح. بياخد البوكسات الحلوه. على فكره ده اصعب سؤال تقريبا في الحلقه كلها. خدت بالي. اه سمعنا كتير لقب صوت مصر الفتره الاخيره، لو هتختار بين شيرين وانغام هتختار مين؟ اختار مين؟ سؤال صعب قوي قوي قوي. صعب. احنا عندنا في مصر اصوات كتير جدا، ومنهم مي برضو زي ما احنا اتكلمنا. من غير دبلوماسيه. لا من غير دبلوماسيه خالص. اصل احنا عندنا بنفتقد شويه لحته ايه اللي حوالين الفن. انت بتعمل ايه في حياتك غير انك بتطلع تغني؟ اعتقد ده 70% من حياه الفنان. اكيد. اللي هو انت بتعمل ايه في حياتك وفي الاخر بتقف على المسرح. تحترم مواعيدك، تحترم جمهورك، تحترم كلامك، بتحترم طريقتك. مش كل حاجه لازم نعرضها على الجمهور. فمواصفات ان يطلع صوت بيمثل مصر، شيرين اكتر صوت يعني جبار جبار في الوطن العربي وفي مصر وفي كل حته. بس انغام ملتزمه قوي، انغام ملتزمه قوي. دي يعني ده انا عاشرته. الالتزام اهم يعني؟ انت طبعا. انت كفنان شايف الالتزام اهم ولا حب الناس والموهبه اهم؟ ما مش هتلتزم، مش حدش هيحبك وانت مش ملتزم. يعني لو الناس بدات اخر نعتقد ان انا مثلا اخر 3 سنين عندي مشاكل مع طوب الارض وعمال اتكلم مع طوب الارض، خلاص انا مش هقدر ان انا الناس تستوعب مني اغاني على الاقل الفتره شويه. بس شيرين لما بتعمل حفله كسر الحفله الدنيا. بتكسر الدنيا. انت بتكلميني عن مصر وانا عايزه اقول لك ان اصلا ممكن التيكت تخلص في ساعتها. بتاعت شيرين، بتاعت كل الفنانين، بتاعت كل الفنانين. شيرين انا بقول لك هي اقوى صوت، وانا شغال معاها على فكره. انا عامل لها لحن في الالبوم اللي جاي، لحن رهيب يعني. بجد؟ طبعا. وانا بحبها وبعزها وهي من منطقتي كمان. بس انت بتخليني اكلم قدام الناس على حاجه بتخص مصر برضه ما تتوهنيش. طبعا شيرين وطبعا انغام وكلهم، بس اللي تفوز هي الملتزمه انغام. توكيش يعني أنا. انت بتدي صوت او بتدي كلمه صوت مصر او لقب لانغام؟ طبعا. وجهه نظرك وتحترم. خلصت اول فقرتي. طب دي حاجه سهله اهي خالص. وبعد الفاصل نكمل حلقتنا. ماشي. اتفضل. كان في اتنين فنانين كبار اسامي كبيره قوي بيتخانقوا على لحن اغنيه ليك. أصلاً.
كنت على علاقة عاطفية بممثلة وحضرت عيد ميلادها. الإشاعة التانية بتقول إنك كان عندك مشكلة كبيرة قوي مع الضرائب. لا مش إشاعة. أي فنان في الدنيا حياته مقسومة بين كلام النقاد وكتير من الإشاعات، والفقرة دي كفاية عليك يا تامر. ثلاث إشاعات حلوين. ثلاث إشاعات. أول إشاعة معايا بتقول إنك كنت على علاقة عاطفية بممثلة وحضرت عيد ميلادها. الإشاعة بالنسبة لي إن أنا حضرت عيد ميلاد. يعني أصلاً؟ آه طبعاً أنا ما بحضرش عيد ميلاد خالص. يعني أصلاً. العلاقة العاطفية مش إشاعة؟ لا طبعاً مش موجودة أصلاً. يعني لا استنى عشان الناس ما تتلخبطش، يعني اصلا ما فيش علاقه عاطفيه. لا طبعا ما فيش اي علاقه عاطفيه اصلا، عشان انت بتقول الاشاعه العيد الميلاد. يعني ما عنديش القابليه ان انا احضر اعياد ميلاد وكده. ما بتحضرش اعياد ميلاد خالص، ولا الفنانه اللي بيقولوا عليها دي؟ لا لا خالص. ولا اي حد؟ ولا عمرك يعني ارتبطت اصلا باي ممثله؟ لا لا خالص تماما خالص تماما. طب ليه ما بتحضرش اعياد ميلاد؟ بحس انها يعني مش يعني تقصير مني طبعا اكيد، يعني مش موضوع. طب حرم الفرحه تخش حياتك يا والله انا عكس ما الناس فاهمه خالص. لا يعني اعياد الميلاد او الافراح او الحاجات دي انا ما بحبش اتواجد فيها كتير. كمان الافراح ما بتروحش؟ كل اي حاجه فيها اي حاجة فيها سعاده مالكش علاقه بيها، انك تسعد دي مش لا والله ما بحبش التواجد. طب مثلا لا قدر الله عزا ما بحبش الرطرطه، اول واحد هتروح لازم بروح. طبعا هتقول لي طبعا والله يعني مش اختفاء عن لا تامر مش بهزر، بتكلم بجد والله. والله ولا انا اصحابي كلهم معايا وعارفين. يعني مثلا اخوك صاحبك بيتجوز مش هتروح؟ لا طبعا اروح لاخويا واروح لصاحبي احيانا. طيب اي حد عزمك احيانا اكيد لكن اي حد تاني اعياد الميلاد بقى الناس القريبين مني جدا اللي هم بقى اهلي او الناس الاول زون غير كده ما بحبش، يعني بحس ان انا يعني مش هبقى مبسوط. طب يعني مثلا يعني جالك فرح شغل؟ لا طبعا اروح. بتروح؟ اكيد طبعا. ده طبيعي، ده شغل. بتبقى رايح وانت يعني متقدر بقى؟ لا والله لا بروح مبسوط. متقدر قوي يعني؟ لا رايح مبسوط وكل حاجه. هو انا ما بحبش يعني مش الافراح او اعياد الميلاد، المناسبات الكتير ما بحبش الرطرطه أصلاً. يعني شويه ما بتحبش الزحمه؟ طيب لا الرطرطه، ان انا ابقى موجود هنا في الفرح ده وبكره في عيد الميلاد ده وبعده في النادي ده. طب ايه اللي بيخليك انسان سعيد؟ الشغل، وان انا انجح وان انا اعمل حاجات كويسه، ان انا اقعد مع اصحابي. غير الشغل؟ اصحابي. ليه اصحابي؟ ليك الدايره بتاعتك بتهزروا وبتقولوا نكت جدا. بتعرف تقول نكته؟ لا عشان انا عارف اللي بعدها على طول. لا مش هقول لك قول لي يا كريم. مش هتقول لي بتعرف؟ طبعا. طب قول لي نكته. بنهزر. انا ليا اصحابي يعني اكتر وقت ببقى مبسوط معاهم هم اصحابي القريبين مني جدا، اللي هم اصحابي اللي انا اعرفهم من زمان جدا من واحنا صغيرين. طب نكته. طيب والله ما عندي. طب افيه هتلاقيه في الحلقه واحنا شغالين يعني مخصوص. مش مصدقك والله. احتمال جربي. انت طبعا عملت حفلات كتير قوي قوي في الخليج، ليه ما شفناش تامر عاشور عامل اغنيه خليجيه؟ ليه؟ علشان الوقت اللي الحمد لله ربنا كرمني فيه ونجحت في الخليج كنت نجحت بالاغاني المصريه والناس حبتني بالاغاني المصريه. من رمضان اللي فات حاولت شويه ان انا اخش في موضوع اللغه العربيه في الاغاني، وعملت تتر برنامج كان باللغه العربيه، وكان هو برنامج يعني انتاج سعودي وغنيته، لكن اغنيه عاطفيه بالخليجيه ليه لا؟ نفسي اعملها، يعني نفسي يبقى في حاجه تليق عليا ان انا اقدر اعملها، لان مش هينفع اي اغنيه خليجيه اقرا. لا عشان هم هناك بقى المزيكا فيها بهجه شويه. لا بالعكس ده انا ليه تسلم دي بقعد اغنيها زي كانها خليجي بالظبط في الحفل. ازاي؟ بتتقلب خالص يعني زي ما هي دلوقتي. بيبقى تسلم وفر على نفسك اي كلام علشاني، والفرقه بقى بيبقى الريتم خليجي جدا والترقيص. مش مصدقاني انت خالص. لا يا والله بص مش حاسه. لا يا ما تثبت. انت قفلتني اول لما قلت لي لو اروح هنا ولا ولا هنا ولا هنا. بصي انا حطيت ايدك هنا بتنيني على بالظبط. الاشاعه الثانيه بتقول انك كان عندك مشكله كبيره قوي مع الضرايب. متهرب من الضرايب؟ كان عندي مشكله. ليه بقى؟ ما كنتش متهرب. ايه ده كان... مش اشاعه؟ لا مش اشاعه، كان عندي فعلا مشكله في الفتره اللي هي من 2011 ل 2014
كانت الدنيا فيها بايظة والأوراق مش متجمعة، مش مني بس، حتى من الضرائب كمان. فحصل فحص وجرد للأعمال، وكان في حاجة يعني إجراء بيتاخد طبيعي وروتيني جداً، إن هم عملوا لي فحص، وبمراجعة الفحص طلع في حاجات لازم تتقدم وفي حاجات ما تتقدمش، وطلع بقى ترتيب الورق، رتبت الورق وخلاص. مشكلة ترتيب ورق مش أكتر بس يعني. مش أكتر. الإشاعة التالتة معايا إن كان في اتنين فنانين كبار أسامي كبيرة قوي بيتخانقوا على لحن أغنية ليك، أنت بقى هنا لأ وهنا لأ، أنا هاخد الأغنية دي وأغنيها. حصل؟ حصل، دي حقيقة برضو. حقيقة. طب إيه هي الأغنية؟ خلاص بقى مفيش داعي. طب مين النجوم؟ مفيش داعي طبعا، ده أنا ياريت أقول الأغنية أحسن. طب إيه الأغنية؟ لا لا صعب. طب اتصرفت إزاي؟ عادي يعني، ساعات لما بيبقى فيه فنانين كبار بيبقى عايزين أغنية معينة، بيبقى ممكن الاثنين يكبروا دماغهم يعني، ما بيبقاش الموضوع من ناحيتي أكتر يعني. عديت الموضوع كده؟ آه. ترم معلش يا جماعة أنا أغنيها أنا، لا أنت ولا هو. بالظبط. لا يعني اشتغلت على طول. طب النجمين دول ما شاء الله يعني، أنا عارفة أنهم نجوم كبار قوي، خسرتهم؟ حصل خناقة بعديها؟ لا لا لا، صحابك لسه؟ صحابي جدا. هي الأغاني الحلوة أصلا بتجيب أي حد، حتى لو عاملين مشاكل مع بعض، لو سمعتك أغنية حلوة هتيجي. طب حصل قبل كده كان في مطرب واحد بس عجبه لحن ليك، أوكي، وبعد كده أنت قلت له لأ يعني الأغنية دي أنا عايزها وبحبها قوي ولمساني قوي هغنيها أنا، بلاش؟ لا. أنت لا لا لا، سمعهالوش من البداية أصلا. لا حصلت أصلا؟ لا دي ما حصلتش. طب مرة كنت عامل لحن البني آدم، أوكي، فنان معين. أنا عارفة أن دي معلومة حقيقية، أوكي، بس في نص الدنيا كده اللحن عجبك جدا جدا وقلت لأ أنا هحاول أعمل أي حوار واخده أنا، وفعلا خدته أنت. ما حصلش دي. حصل. مستحيل، هاتيلي الفنان وهاتيلي اللحن. لما تقول لي أنت اسم النجمين الأول أبقى أقول لك أنا الفنان. لا ما حصلتش دي خالص. ليه بقى؟ لأن الأغاني اللي بتليق عليا دي أنا ما بسمعهاش لحد يعني، ولو دورت في الألبومين اللي فاتوا هتلاقينا ما لحنتش لنفسي كتير يعني. الألبوم بتاع تيجي نتراهن ما لحنتش فيه ولا أغنية مثلا، والألبوم اللي قبله كان أغنيتين يعني. الحاجات اللي بختارها لنفسي دي بتبقى حاجات يعني مش شرط أو أني بيتهافت عليها الناس. تامر عاشور شخص جدع؟ مش عارف. لا يعني, يعني أنت قلت مفيش جدعانة. أيوة صح. تامر عاشور عامة في حياته شخص جدع؟ ممكن. ممكن؟ فاصل ونكمل حلقتنا. الشاعر تامر حسين كتب يعني بالنص كده انك مش هتضيف له حاجه. جواز وانفصال بسرعه، خطوبه وانفصال بسرعه، تامر عاشور فاشل عاطفيا؟ السؤال اللي جاي محرج شويه ومرتبط بصوره، شوفها مع بعض. شوف. الحياة فيها ناس بتستحي وناس وشها مكشوف، والفقرة دي انت وش كسوف يا رب. وش كسوف من غير كسوف، جواز وانفصال بسرعة، خطوبة وانفصال بسرعة، تامر عاشور فاشل عاطفيا؟ اولا انا بعتبر حياتي الشخصية دي يعني خط أحمر كبير جدا. بعيدا عن حياتك الشخصية، مش علشان حاجة، أنا مش أنا عادي يعني، بس مش علشان حاجة، أنا بعتبر إن طرح حاجة زي كده للجمهور بيخلق كلام مش مفيد للفنان، أو مش هو ده اللي بيستناه من الفنان أو كده. فبعتبر طبعا من غير تفاصيل أنا مش هتكلم في الحالة، أوكي، أنا بتكلم أنت كإنسان يعني ما بتعرفش تحب مثلا، أو حياتك كفنان مأثر على حياتك الشخصية شوية؟ لا عادي، إنسان عادي، بس هو بما إن أنا مكشوف على الناس فدايماً الخبر بيبقى يعني متدبلر في 60,000، لكن عادي زي أي حد عادي، عارف حد وبعد وعارف حد وبعد عادي. طب ليه ما بتطلعش تنفي أو تطلع مثلاً تتكلم في الموضوعات دي؟ في أخبار كتير بتتكتب وفي أقاويل كتير
وفي كذب كتير وفي بنات بتطلع تقول ان هي كانت مرتبطه بيك وكان حصل حوارات كتير، ليه ما بتنفيش كل الكلام لا ده؟ لا انا مش هفضل انفي كل كلام يتقال، يعني انا حياتي ظاهره جدا للناس، هي حياه فنيه بحته من اول ما انا طلعت لحد دلوقتي، حياتي حياه فنيه بحته، ما فيش فيها اي شوائب او حاجه تخص علاقاتي او حياتي او الكلام ده، يعني ما اعتقدش ان الناس اللي تحبني بتهتم قوي بان تامر عارف مين حب مين طلق مين. انقل السؤال التاني، بس اسالك سؤال الاول. ماشي. تامر عاشور دلوقتي مرتبط ولا لا؟ اه مرتبط. برافو، من غير كسوف اهو. شفت؟ اه عادي. شفت؟ لا بتكسفش والله. طيب من غير كسوف، الشاعر تامر حسين كتب انه رفض يعمل تنازل عن اغنيه الا بشروطه. أوكي. وقال يعني بالنص كده انك مش هتضيف له حاجه. اوكي. ان هو يشتغل معاك، وكانت مشكله كبيره جدا وحاجه ترند. ايه سر الخلاف ما بينكم؟ اولا تامر طبعا حبيبي وصاحبي، احنا مفيش بيننا اي خلاف الحقيقه، حتى حاليا مفيش بيننا اي خلاف. طب ليه الحوار حصل كده؟ دايما لما بيبقى في شركه انتاج في النص بيبقى ليها طلبات في التنازلات وفي الاوراق، بيبقى انا ماليش يد فيها بشكل، ماليش اصلا اي تاثير على الموضوع ده يعني انه يتغير او كده. فكانت من ضمن الشروط بتاعه شركه الانتاج اللي انا كنت ماضي معاها في وقتها ان هو يعمل ورق معين من التنازلات، تنازلات معينه مش الستاندرد العادي اللي بيتعمل، فهو رفض. لكن حته ان انا اضيف له او ما اضيفلوش، انا ما اعتقدش ان تامر قال كده، دي انا اتحدى اي حد ان تامر يكون قال كده. طب انت ما سالتهوش؟ يعني علاقه بيني وبين تامر حلوه جدا لدرجه ان انا ما اقدرش يعني مش هساله اصلا. اه يعني كل ده اقاويل سوشيال ميديا. اه تامر ده اتنشر عن لسانه كده، تامر حد محترم جدا وكلنا بنحبه وبنحترمه، لكن ده اتنشر عنه ان هو قال الجمله دي. ده مستحيل، انا متاكد. من غير كسوف، اشتغلت مع عمرو دياب اغنيه واحده بس، التجربه ليه ما اتكررتش تاني؟ هل عرضت عليه اغاني وهو رفضها، او اصلا ما عرضتش او ما اتكلمتوش تاني بعديها؟ لا اتكلمنا بعدها واتقابلنا بعدها في مناسبه معينه، وقال لي عايزين نشتغل تاني، قلت له ده انا نفسي وان شاء الله اجهز حاجه، والشغل مع عمرو دياب يعني شرف يعني، وانا احب طول الوقت ان انا اشتغل معاه واستفيد منه وكل حاجه بصراحه. يعني ان شاء الله قريب هنشوف تجربه تانيه. طبعا اكيد. في اكيد اكيد ان شاء الله. شغالين على حاجه؟ والله وانا شغال على حاجه بس لسه ما سمعتهالوش. اه اصلا ما سمعهاش. فاخلصها واسمعها له، بس انا متاكد انها تعجبه يعني. من غير كسوف، ممكن تتصرف ازاي لو حد استخدم صوتك انت في موضوع الذكاء الاصطناعي الجديد ده؟ هتعمل ايه؟ يعني في اعتقادي ان في الفتره الجايه ممكن يبقى في كوبي رايتس على خامه صوتك، خلاص الموضوع ما بقاش كليم ليوتيوب بس، او انك تعمل المصنف ده وتعمل له كليم او تكسب منه، لا خلاص هيبقى صوتك هو اللي معمول له كليم، يعني البصمه دي ما بتنزلش. ده اللي هيستحدث يعني ان شاء الله. اكيد لازم تفتكر طبعا، لان هو معمول اوريدي دلوقتي بس على الاغاني. لو حصل مش الناس مش هتستوعب. لو انت حصل معاك كده الناس هتعمل ايه؟ هرفع قضيه عادي جدا، ده صوتي يعني، اكيد هيبقى ليها سكه بقى ساعتها، ما اكيد ما اتعملش قوانين للذكاء الاصطناعي مثلا، او بس حقوق ملكيه، حقوق الفكريه لصوتي دي حاجه منتهيه يعني، لما كل الناس تقعد في البيت بقى خلاص، شيرين مغنيه 20 اغنيه وانا مغني 3 اغاني وكل مغني ما اعرفش ايه، وناخد البصمات وننزل، مش هتعمل مشكله كبيره. ممكن ما تعملش مشكله، بس انا رايي ان الانسان الحقيقي برضو في حاجه يعني، انت طالما مش بتغني حقيقي الناس مش حتى لو هو عارفين ان مش انت اللي بتغني مش هيحسوك، مش هيستوعبوك. ده غير سؤال. ان الفنان اختيار، الفنان اختيار، اه لازم يختار الاغنيه اللي بيغنيها، اي حد تاني هيختار له هو وهو يغني، ده مشروع تاني بقى انتوا مع نفسك. عمرك ندمت على اي اختيار من اختياراتك؟ لا. كل اغانيك بتحبها؟ كلها طبعا. السؤال اللي جاي محرج شويه. اوكي. ومرتبط بصوره تشوفها مع بعض؟ شوف. يلا. احمد حبيبي. من غير كسوف، ممكن تلبس لبس ده في حفله؟ لا خالص. لا لا اصلا لا مستحيل. ما ممكن تفكر تلبس حاجه زي كده حتى لو ستايلست معاك بتقول لك دي حاجه شيك، دي طالعه موضه دلوقتي، ده ترند؟ لا مش كل الموضه، مش كل الموضه تليق عليا يعني. عمرك ما تلبس ده؟ لا ما اقدرش. ولا حلق؟ لا.
جايب لنا مشاكل انت. احمد بص من الاصوات الجميله، بس يعني احمد من الاصوات الجميله والشخصيات الاجمل حقيقه، وفنان طبعا يعني جدا، مفيش عليه كلمه واحده جدا. ولكن اللبس بالنسبه لي انا ما اقدرش البسه بصراحه. انت عارف رد فعله كان ايه على الصور وكل السف بتاع السوشيال ميديا؟ انا عشان متابع احمد شفت. قال عادي يعني، ايه المشكله؟ لا ده هو قال اختياراتي مبوظه حياتي. اختياراتي مبوظه حياتي. بس هو احمد طبعا يعني دمه خفيف، وبحس ان كل حاجه مقبوله منه يعني. بس تفتكر اصلا ان يعني احمد سعد بيعمل حاجه زي كده عشان يطلع بيها ترند، ولا هو عملها كده صدفه جت كده معاه؟ لا لا صدفه. صدفه. احمد يعني علشان انا عارفه شخصيا كويس جدا، لا احمد يعني مش محتاج يعمل حاجات مش زي كده كتير، وهو ما شاء الله ناجح، مش عايز يعني مش محتاج ان هو يعمل ترند بلبس او كده. بعد الفاصل انا وانت مش هنكون هنا. فين؟ على كرسي الاعتراف. تقر وتعترف انك ممكن تحب واحده وتعيش لها وهي مع حد غيرك؟ ليه هاجمت عمرو مصطفى مع انه هو اصلا عندي هنا في الحلقه ما قالش عنك اي كلام وحش؟ ما ينفعش كل ما تطلع تخلي منظرنا وحش كده. شايف موقف اللي هو واخده من عمرو دياب؟ انا ما ينفعش انصب نفسي اله للفن واللي مش هشتغل معايا وقع. الناس في الحياه نوعين، نوع يغلط ويعترف ونوع يكابر ويختلف، وعلى كرسي الاعتراف هتقر وتعترف. كرسي الاعتراف. يا تامر. يا نعم. جاهز؟ جاهز. انت ليه مخضوض كده؟ مش عارف، حاسس في كهربا. لا ما تخافش، ماشي، امان يا رب. هبدا لك اول اعتراف ليك بفيديو، نشوف. يا ريت. يلا بينا. افضل ملحن فيهم مين؟ محمد رحيم. بس التلاتة شطار على طول اهو. ايوه ماشي اوكي، بس انت مش قبل كده قلت ان محمد رحيم عايش كتبة كبيرة ومصدقها؟ لا. طب هو قال عليك كده؟ هو يقول، ما بقولك بيضحكني، فهو انا بحب دايما استفزه، بس انا المرة دي هو هيفرح، هيبسط، هو هيبقى سعيد. ليه هاجمت عمرو مصطفى مع انه هو اصلا عندي هنا في الحلقه ما قالش عنك اي كلام وحش، بس انت ليه طلعت هاجمته؟ انا ما هاجمتوش. الحلقه كان فيها كلام حلو على الصوره بس، ولكن كان كل اللي فاتوا مش ناجحين، وكل اللي عملوا اغاني قبل كده مش ناجحين، وكل اللي هيعملوا اغاني بعد كده ما بينجحوش، في حين ان في ناس كتير قوي ناجحه. فكنت الرد بتاعي كان في المنطقة دي بس. بس عمرو يعني ما قالش عليك انت شخصيا حاجة خالص وحشة؟ مش شرط يقول عليا انا شخصيا. ولا كان بيرمي عليك كلام على فكرة؟ لا على فكرة ما كانش بيرمي عليا كلام، وانا متأكد انه ما كانش بيرمي عليا كلام، بس احنا دلوقتي بتطلع بتتكلم قدام الناس، ما ينفعش كده كل اللي في بلدك كده مش ناجحين، ولا اللي قبل ولا اللي بعد ولا اللي بتاع، لمجرد انك ليك مشكلة مع شخص واحد بس. طيب هو ليه ما يقدرش ينتقدك يعني؟ ينتقدني زي ما هو عايز، يقول لي الاغاني اللي بيقدمها مش حلوه، الاغاني اللي بيقدمها مش ناجحه، وفي الاخر الجمهور بيبقى موجود وبيشوف حفلاته مش ناجحه، اغانيه مش ناجحه، ده بيغني دراما بس، ده ما اعرفش بيعمل، يقول كما تشاء. لكن ما حدش نجح خالص، وما حدش بينجح خالص، وما حدش بيدوق النجاح غير من على جيتار عمرو مصطفى. دي بدعه. بدعه؟ غريبه كلمه بدعه دي يا تامر. لا بدعه طبعا. أنا ما ينفعش أنصب نفسي إله للفن واللي مش هشتغل معايا وقع. هو ما قالش إن هو إله الفن. لو أنت أصلاً تيجي جايبها حتة من الحلقة مش هي دي اللي أنا اتكلمت عليها. طب أنا حتة؟ لأن الحتة بتاعت الحلقة دي لو سألتوني أنا مين ورحيم ورامي جمال وأنا موجود هختار محمد رحيم. أنا حتة اللي أنت تقصدها. اللي كان بيتكلم فيها قبل الصورة أو بعد الصورة مش فاكر، بس كان بيتكلم على إن مفيش حد ناجح. محدش نجح قبل، ولا حد نجح في السنه اللي فاتت ولا اللي قبلها، لا ده الحمد لله. قال تحديدا ان ما كانش في اغاني ناجحه في السنه اللي هو كان يعني فيها. يعني محدش نجح؟ هو في حد بينجح باغاني فاشله؟ يعني محدش نجح. وقال محدش نجح، محدش بينجح ومحدش بيعمل ومحدش بيساوي. ف
فأنا بحبه جداً وبحب فنه، وأنا شخصياً من الناس اللي اتأثرت بفنه. ولكن هو لازم يبقى عارف إن في ناس بتسمعه وناس بتحبه، تسمع كلامه كمان. ما ينفعش كل ما تطلع تخلي منظرنا وحش كده. يعني في ناس بتنجح، ومش أنا يعني، ما كانش أنا، في ناس كتير قوي ناجحه يعني. ايوه انا ساعتها حتى قلت له على اغنيه انت الحظ بتاعت عمرو دياب تقريبا ناجحه مكسره الدنيا. ناجحه مكسره الدنيا، هو قال لي لا افهم، لا مش انت الحظ بس، ده كل الناس. كان السنه دي تحديدا يعني. السنه دي كلها ما حدش شاف النجاح. لو جات لك فرصه دلوقتي تشتغل مع عمرو مصطفى حالا، اشتغل، هتعتبرها فرصه حلوه؟ طبعا، عمرو مصطفى في النهايه، عمرو مصطفى فنان كبير وتاريخه كبير، وده السبب اللي بيخلي الناس تسمعه وتسمع كلامه يعني. ده بس هو قال ان هو مش هيدي الحان لي لحد تاني خالص. انت قلتي لو جات لك الفرصه. لو جات لك الفرصه، بس هو كسر الموضوع دوت وعمل الاغنيه مع مي فاروق. يمكن هو بقاله يعمل اغاني تانية. بقاله 8 سنين بيقول انه مش هيلحق لحد، وانا بشوف عمرو اطيب من كده يعني. هو قال مش هدي ألحاني لرجالة تحديداً. ليه مالهم الرجالة؟ يعني شايف هم ممكن يكونوا، هو ليه موقف مع راجل واحد، فبنبقى ناقمين على كل المطربين الرجال ومحدش نجح. طب من أنت الرجال. شايف موقف اللي هو واخده من عمرو دياب عامل إزاي؟ ده بتاعه بقى، ده شخصياً. لا ده كفنانين كبار. أنا ما أقدرش مين فنانين كبار؟ يعني عمرو دياب، عمرو مصطفى، تامر عاشور، أنا بسأل نجم كبير عن أسامي فنانين كبار. أنا قصدي إن هو لو ليه مشكلة معينة مع شخص معين أياً كان هو إيه وأياً كان اسمه، هو لازم يتكلم في يعني لو هيطلع يعني يعرض مشكلة. ما الواحد عنده مشاكل كتير، بس أنا ما بحبش أتكلم في مشاكل. لكن لو هتعرض مشكلتك على الناس اتكلم في مشكلتك، ومالكش دعوة باللي نجح واللي سقط واللي وقع واللي طلع. طيب، تقرر وتعترف، أنا عارفة إن أنت برج الجدي. آه. من صفاته ان هو عملي جدا. يس. لكن متشائم. اوكي. وبيخاف جدا من بكره. تقرر وتعترف ان انت فعلا الشخصيه دي؟ تشاؤم؟ لا، ما عنديش حته التشاؤم دي خالص. مش بالعكس، متشائم؟ متفائل جدا جدا جدا. محدش يعني لو اعتبرت نفسي من الناس اللي اشتغلت ونجحت، محدش بيشتغل وينجح وهو متشائم. بس انت فعلا بتخاف من بكره؟ اه طبعا، لازم، كلنا بنخاف من بكره، كل حاجه، في الحفله، قبل ما اطلع، قبل ما اغني، قبل ما انزل اغنيه، دايما بيبقى عندي الخوف ده طبيعي. ولو الخوف ده ما بقاش موجود اقلق. قراراتك سريعه ولا بتفكر كتير؟ لا، سريعه. سريعه جدا. بقلبك ولا بعقلك؟ بدا وده، وساعات بتطلع غلط. اكتر قرار بتاخده بيكون غلط من قلبك ولا من عقلك؟ من عقلي. من عقلك. يا انت ماشي اللي هو استفتي قلبك وبيطلع اختياراته صح. اه صح. تقر وتعترف، انت عندك اغنيه اسمها حنلها وانت بعيد. اه. تقر وتعترف انك ممكن تحب واحده وتعيش لها وهي مع حد غيرك؟ لا طبعا، ازاي يعني؟ ما حبيتش قبل كده يعني؟ دخلت تجربة بس هي ارتبطت بحد تاني وسابتك؟ وسابتني؟ اه. لا لا خالص، ما حصلتش دي. طب حبيت حد من طرف واحد قبل كده؟ زمان بقى، لما كنت المشاعر جياشة يعني. زمان عادي كنت اشوف يعني اي واحدة حلوة احبها. يا ماشي، تحب بس كده؟ جدا. وانا يا نهار ابيض. اكتر شخصية بتحن لها مين يا تامر؟ تقر وتعترف إن حفلتك مع رامي صبري في الكويت هو أخذ أجر أعلى منك بشوية؟ وإيه حكاية رامي صبري؟ عمر كمال، شاكوش، حمو بيكا، تختار واحد فيهم ممكن تديله لحن ليك. لما دخلت الجيش ليه خبيت إن أنت تامر عاشور؟ هيفا وهبي مؤدية مش مطربة. هو احنا المؤدي والمطرب ده نتجادل فيه؟ لا يمكن. قلت الوداع للشغل مع سارة الطباخ؟ ايه سارة؟ ايه سارة تزعل مني يعني؟ هتعمل ايه؟ مش هتخرجني يعني من القاهرة والناس؟